وياكم أحبائنا منوصل بهالفقرة لنكون كمان باتصال مباشر مع السيدة فريدة يونان المنسقة العامة للهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة. بمناسبة اليوم العالمي لوهب الأعضاء ضمن أسبوع التوعية على وهب الأعضاء رح نحكي مع ست فريدة عن أهمية وهب الأعضاء اليوم وعمل الهيئة الوطنية في لبنان، وأكيد الموضوع منكمله مع الأب جورج الترس المتخصص بعلوم أخلاقيات الحياة لنحكي من الناحية الأخلاقية كيف نتعاطى مع هذا الموضوع. سيدي فريدة من حييك. صباح الخير. من صبحك بالخير، يعني كنا بنتمنى تكوني معنا بالاستوديو لظروف أكيد. وأنا كمان. رح نكون معك عبر الهاتف. مظبوط، أنا كمان كنت بفضل وبحب كتير أن يكون معكم، بس الظروف سيئبت هيك ماشي الحال. نحن وياك رح نحكي عن هيدا الموضوع، رح نحكي عن عمل الهيئة الوطنية في لبنان لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة، أدي هيدا الموضوع صار من ضمن الثقافة اليوم وكتار من الأشخاص عم بيوهبوا أعضاءهم. مظبوط. هلا الهيئة الوطنية هي بلشت شغلها بال 2009 وعملت حطت أسس البنية التحتية لبرنامج وهب الأعضاء بلبنان وهب وزرع الأعضاء، ودربت أكثر من 700 ممرض و 250 طبيب، وكنا وصلنا نعمل 12 ل 13 واهب متوفى بالسنة، بس بسبب الظروف اللي هلا نحن موجودين فيها كتير تراجعت الأشياء، مثل الكورونا أثرت على كل العالم، بس نحن إجا زيادة الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها أثرت كتير على البرنامج، لأنه برنامج وهب الأعضاء هو بيتعلق بعدة مجالات بالمجتمع. نعم. إذا المجتمع ما كان مهيأ ليحضنه كتير بيتأثر. شو أبرز ست فريدة شو أبرز المعوقات؟ يعني اليوم حكيتي عن الشق الاقتصادي المادي، ليش هيدا معوق؟ عدم وجود الأدوية، عدم وجود الأمطار، عدم كله. ما نحن لحفظ الأعضاء، يعني لحفظ أي نعم أمطار لحفظ الأعضاء، الأدوية اللي بدون ياخدوها المرضى وقت اللي بدون يزرعوا، الأدوية اللي منعوزها لحتى ننعش الأعضاء، كله هيدا في نقص فيه، مثل ما في نقص بكل الأدوية. نعم. كلنا عايشين، يعني لما جايين نحكي بالموضوع هيدا لأنه كلنا عارفين شو المشكلة. هيدي المشكلة أساسية وهي بتأثر كتير على برنامج الوهب، لأنه العملية الوهب هي عملية طبية. نعم صحيح. هيك شو بيصير على القطاع الصحي بالبلد بتتأثر هي كمان فيه. هلأ رغم كل هيدي الصعوبات وكل الأزمة، وخاصة لما بيكون في عنا هيدي الأزمة الاقتصادية اللي موجودين فيها نحن كشعب عايشين تحت الضغط تبعها، ما بعود الناس عندها تقدر تلتفت لغيرها، بصير همها تقيم بحالها. يعني احنا منا شعب مرتاح لحتى نفكر بغيرنا مثل غير دول ويكون عندنا نسبة وهب عالي، بس رغم هيدا وكله ضل العطاء هو الرابط اللي بيجمعنا كلنا، وعم يضل في عمليات ولو قليلة بس عم بتصير. معناتها انه نحن بعدنا شعب بألف خير ومنحب نضل متضامنين مع بعضنا برابط العطاء اللي هو ما بيميز حدا عن التاني. هل من شروط محددة؟ يعني الإنسان اللي بده يوهب أعضاءه بيخضع لشروط معينة؟ الوهب من بعد الوفاة هو بين العمر 4 ل 75 سنة، ما بده يكون عنده ولا أي أمراض معدية بتنتقل للمرضى، وبده تكون أعضاءه وظيفتها سليمة، وبده يكون أكيد بتشخيص وفاة دماغية، ويكون في موافقة على الوهب من قبل العائلة لو كان هو عامل بطاقة وهب بحياته. بدها ترجع كمان تتم موافقة العائلة. مختصرة يعني. نعم، موافقة العائلة كمان بدها ترجع تأخذ بعين الاعتبار؟ أكيد أكيد بالقانون العائلة لازم هي القرار النهائي بيكون لإلها، يعني إذا الشخص عامل بطاقة وهب، وهذا اللي نحن عملنا فيه دعايات وحملات وطنية كتير، إنه القرار هو قرار حر، وهب الأعضاء هو بلبنان قرار حر. نعم. غير مشروط مجاني وسري. لما بياخد واحد قراره بده يدونه ببطاقة، بس هيدي البطاقة لازم يخبر عائلته عنها، لازم يقول لهم هو شو بده لحتى بعد عمر طويل نحن ما رح نكون هون، بده تكون عائلتنا ورانا لحتى تقول النعم عنا. هيدا هو الموضوع، مشان هيك لازم نحكي العائلة لأنه قراره مهم. نعم. وقديل قرارة مش هو قرارة لإله، هو تنفيذ لقرارنا نحن.
نعم، قدي الوقت مهم وبيلعب دوره بعملية نقل الأعضاء أو إجراء العمليات ونزع العضو من الواهب ليتم حفظه بعدين ليقدر ياخده الشخص اللي على لائحة الانتظار. نعرف في كتير أشخاص على لائحة الانتظار. مزبوط، في عنا أكثر من 700 مريض منتظرين يزرعوا كلى وقلب وكبد ورئة، بس هيدا العدد ما بيمثل شو الحاجة تبع لبنان، لأنه في كتير مرضى ما عاملين فحوصاتهم، مش مسجلين ملفاتهم على لائحة الانتظار كمان للأسباب ذاتها. الوقت عامل الوقت كتير كتير قوي وبيعمل ضغط نفسي علينا، لأنه نحن بدنا نحافظ على أعضاء بجسم شخص متوفي لنقدر ننقلها لمرضى تانيين، والوقت كتير عامله قوي. بعدين لما العيلة بتقول إيه، الوقت بين ما نستأصل الأعضاء ونزرعهم كمان الوقت قصير. بالنسبة للقلب مثلا والرئة 4 إلى 6 ساعات، بقية الأعضاء أكبر شوي، مشان هيك لازم نعمل عملية الاستئصال والوهب تقريبا نعملهم بزيت الليلة حتى نعطي أعضاء كتير منيحة للمرضى ويقدروا يعيشوا فيها عمر طويل. نعم. أما الواهب الحي بيختلف عن الواهب المتوفي، ما في هذا العامل الوقت لأنه بيكون كل شيء مبرمج. أديل اليوم في جهوزية لإنجاز هذه العملية استئصال وزرع؟ بشهر آب عملنا واهبين متوفين وزرعنا ل6 أشخاص والحمد لله كلهم منيح. عندنا جهوزية، يعني نحن عقد الإمكانيات تبعنا عم نضل نحاول أنه ما نخلي ولا واهب قالت عائلته أنه نعم لوهب الأعضاء، أنه نشتغله ونعمله على أكمل وجه. بس أنه كنا منحب نعمل أكتر، بس الظروف مش سامحة. يعني كنا نعمل نشاطات كتير، نعمل بهذا الأسبوع بالمدارس بالجامعات بالسوبر ماركت على المحطات التلفزيون والراديو كلهم. السنة هي كتير مختصرين يعني على أشياء بسيطة جدا. يعني هي المشكلة اقتصادية أكتر من شيء تاني. المشكلة هي مزبوط. بسبب التراجع مزبوط. هي مشكلة اقتصادية. مزبوط. نعم. مزبوط. يعني لأنه ما فيك تعملي شيء من دون ما يكون له كلفة. طبعا. إذا بتعملي حملة وطنية بالبورد على الطرقات ودعايات للتلفزيون مثل ما كنا نعمل، بده كلفته. وهالكلفة مش موجودة هلأ بسبب الأزمة المالية الموجودة بالدولة، لأنه نحن ناخد مساهمتنا من الدولة. يعني اليوم قديش الجهات الضامنة وشركات التأمين بتغطي هذه العمليات؟ هديك بصير عمليات الزرع. نحن نعم. الوهب هو مجاني، ونحن نسلم الأعضاء للمراكز للمرضى اللي هن أحسن ناس متطابقين مع الواهب الموجود، بياخذهم الجراح وهو بيزرع المريض. بالنسبة لكلفة عملية الزرع هي بتتم مع المستشفى اللي بيزرع فيها مش عنا نحن. نعم. يعني أنتم كهيئة وطنية بنسلم الأعضاء. نعم. كهيئة وطنية أنتم بتهتموا باستئصال وتسليم الأعضاء. مزبوط. وبعدين توزيع الأعضاء يتم على معايير طبية، ما بيتوزعوا الأعضاء إلا للمرضى اللي مسجلين على لائحة الانتظار، لأنه بيكون عندنا ملفاتهم الطبية، لأنه معايير التوزيع هي طبية، هي العمر، فئة الدم، تطابق الأنسجة، إذا عنده حالة صحية متطورة يعني ما بيقدر ينطر، قديش له ناطر على لائحة الانتظار، كلها معايير طبية. ما فينا نعطي أعضاء إلا من خلال برنامج المعلوماتية اللي هو بيقلنا مين المريض الأحسن يأخذ من هذا من المتوفي الحالي. نعم. ذكرت ست فريدة أنه في كتير عمليات أجريت ونجحت اليوم، هي نسبة النجاح مضمونة إلى أي حد؟ هلا بالنسبة للكلى النسبة كتير عالية، عندنا بأول سنة لحد 90%، بيكونوا كتير على 5 سنين كمان بيكون في 80%، بس بالنسبة للقلب والكبد عم بيكون شي 50%، يعني هي كمان نسبة منيحة بالنسبة لبرا للإحصاءات العالمية. نعم. مستقبلا تنفكر أكتر ونرجع نقول مهدتوا الأرضية وزرعتوا هالسقافة واليوم بحالة منقول تراجع أو ركود، ومستقبلا ما هي خططكم؟ ركود، فينا نقول ركود. هلا ضل في عنا بطاقات وهب، على أنه إحنا عم نشتغل أكتر على السوشيال ميديا بهالفترة لنكون صارت الأوضاع أزبط.
لحد هلا صار في عنا اكثر من 33 الف بطاقه من الناس عاملين بطاقه وهب. هالنسبه بعدها كثير قليله، نعم بدها شغل اكثر، توعيه اكثر، لحتى نقدر نوصل للي نحن هدفنا انه نوصل لمليونين بطاقه. ساعتها فينا نقول انه خلاص الشعب اللبناني صار كله تقريبا بيعرف عن الموضوع وما بقى في خوف عليه. هلا نحن بصدد نعمل برامج تعاون مع الدولة الفرنسية لحتى تقدر هي تساعد البرنامج ليرجع يتفعل مثل ما كان بالأول. يعني الشغل نحن كتير أساساً ناطركم. بلشنا برنامجنا نعم مع الدولة الإسبانية على 3 سنين، هن اللي دعموا البرنامج لحتى صار. هلأ رح نشوف مع الدولة الفرنسية اللي هي موافقة على الموضوع إنه سنة الجاية إن الله راد هن رح يساعدوا لنرجع نفعله. يعني نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق كهيئة شكراً. وطنية بلبنان لزرع زرع الوهب وزرع الأعضاء والأنسجة. ربي يبارك ويعطيكم ألف عافية. شكرا سيدي فريدة يونان، شكراً شكراً المنسقة لإلي. العامة للهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة. شكرا لحضورك معنا. أبونا شكراً جورج شكراً. ترس، برجع لعندك تنحكي من الناحية الأخلاقية كيف بيتم هذا الموضوع، ومثل ما ذكرت ست فريدة بسرية تامة، يعني ما حدا بيعرف هذا العضو لمين راح وكيف بتصير الأشياء من الناحية الأخلاقية بنفكر فيها بمجتمعنا، وهيدي النقطة بالتحديد وهب وزرع الأعضاء قديش مقبولة وهذه الثقافة صارت منتشرة. الله معك، بحييكم وميرسي على هاللقاء الحلو، لأنه فكرة وهب الأعضاء هي فكرة أول شيء نابعة من العطاء، العطاء المجاني، وربنا هو العاطي الأكبر. نعم. وربنا هو اللي عطانا الحياة، وهو اللي عطانا أنه نكون في عنا نحن حافز دائما نقدر نعطي غيرنا. فإذا فكرة وهب الأعضاء هي من الأمور من الناحية الأخلاقية مسموحة والكنيسة تشجع، لكن عن لكن دائما نطلع نحن لبعض الشروط اللي بدها تكون موجودة أخلاقيا. نعم. إذا قلنا شروط، يعني بمعنى أول شيء لازم يكون عمل مجاني، لازم يكون ما في استغلال للآخر بعملية الوهب، ولازم يكون في دائما اللي عم بيوهب عم بيعطي صحة لحياة الآخر. لهيك الكنيسة تشجع، وخصوصا بابا يوحنا بولس الثاني فعنده كتير كلمات ومداخلات بتحكي عن وهب الأعضاء، وبيعتبروا هذا عمل نبيل وعمل كتير مهم لازم نشجعه، لازم نقدر أنه لأنه منكون عم نخلص أشخاص مرضى هن يمكن يكونوا على طريق الموت، من خلال أشخاص توفوا، من خلال أشخاص يمكن هن على قيد الحياة، لكن عم بيعطوا بمجانية، شرط ما يعرضوا حالهم للخطر في حال حدا بده يعطي. فإذا فكرة وهب الأعضاء فكرة منشجع عليها ككنيسة صحيح، لكن برجع بقول عدم استغلال هالمسألة وعدم البيع والتجارة، وعدم مع أنه في شق آخر هو الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء، هيدا شيء مختلف عن مختلف كليا، لأنه هناك عنا وهب مجاني وعنا عطاء نابع من حسن أنه الآخر هو بحاجة، والآخر هو بحاجة للصحة ولازم نعطيها. من هيك بنشوف أنه في عنا وهب أعضاء لأشخاص هني طيبين، مش ضروري يكونوا توفوا نقدر ناخد أعضاءهم، وهذا الشيء بيتم عادة بين الرايبين أو الأشخاص الأصدقاء كتير بمعنى، بس دائما العطاء مجاني. المطلوب تطابق أنسجي أبونا صحيح بكل الأحوال، يعني من ناحية صحية أكيد نحن بنحترم يعني الفكرة كفكرة منشجعها طبعا، بعدين البروسيدير الطبي بدنا نمشي فيه أكيد هيدا بدنا نحترمه وبدنا نمشي فيه بالطريقة الصحيحة تنكون ما عم نأذي الواهب وما عم نأذي العاطي يعني الآخر، يعني اثنين بدهم يكونوا محميين من كل النواحي. فإذا الكنيسة تشجع، الكنيسة تدعم كل عمل مجاني، وكل عمل بيكون في خير الآخر بنابع من فكر المجانية وفكر أنه الآخر هو بحاجة. والبابا يوحنا بولس الثاني كتير بيحكي على أنه يعني أشخاص كتار مرضى يائسين تعبانين حزنانين عايشين بحالة نفسية، ساعة اللي بنكون عم نعطيهم الصحة نحن بنكون عم نعمل لهم عم نعطيهم عمل كتير مهم وعم نعطيهم حياة. فمين نحن،
وهيك نحن بنكون عم نساهم مع ربنا بفكرة نعطي حياة لأشخاص آخرين. يعني نحن منصير مساهمين لأنه حياتنا وأعضائنا وجسدنا هو هبة من الله، ونحن شوفينا نكون هالهبة هيدي بخدمة الآخر، إن كان بعمل اجتماعي بعمل، وكيف بالأحرى إذا عم ننقذ صحة حياة الآخرين. وبنعرف مثل ما قلت هلأ فريدة، قديش شخصين وهبوا عطوا 6 أشخاص، وأوقات كتير شخص واحد بيعطي حياة لست أشخاص تانيين. فكتير كتير الفكرة يعني كتير مهمة نفكر فيها، وكتير مهمة نقدم على الخطوة. ومثل ما قلت لفت لي نظر أنه 33 ألف حدا عمل بطاقة، نحن 4 مليون يمكن وأكتر، ما بعرف الرقم، كتير متدني نسبة لعددنا طبعا كتير، يعني في شغل كتير مطلوب هلا. صحيح، وخصوصا هالفترة اللي صارت لازم ترجع اللجنة هي تنشط حيلها، والناس يعني يهتموا بهذا الموضوع. يعني على بكرة إذا لازم حيكون في عنا كمان محاضرة مع تلميذ أنا وفريدة ب ب ب بمدرسة الحكم ببيروت له الموضوع هذا. يعني عملية توعية شغلة أساس نشر هذه الثقافة، لأنه اليوم مش بسهولة منقتنع بوهب أعضائنا، بدنا نكون فعلا هذا الأمر نابع من جواتنا وبحرية مطلقة. صحيح. مع أنه ذكرت ست فريدة أنه الأهل بدهم يوافقوا على وهب أعضاء القريب منهم من عائلتهم، هالفرد من العائلة، ليه بدها تصير هالشغلة من الناحية الأخلاقية؟ طالما هو بحريته صرح وعنده بطاقة ليوهب أعضاؤه، ليش بينتظروا موافقة الأهل؟ مثل ما ذكرت من الناحية القانونية مطلوب يتم تأخذ موافقة الأهل. هيدا لبنان وقانونه، بس إذا بدك تفكري أخلاقيا هو الموافقة لازم تكون للشخص اللي بده يوهب. صحيح، وهذا هو الأساس. هلأ بلبنان اليوم يعني طبعا منشوف تدخلات القانون، يعني فرض على هذا الشيء انه يكون في موافقة اكبر عدد ممكن، اول شغل الشخص وتاني شيء الاهل والقريبين. هلا الاهل انه هن بيعتبروا لانه هن عم بيتعاطوا بالموضوع مباشرة من بعد موت الشخص، يعني صار هن المسؤولين عن هالجتي، وهن عم يتصرفوا عم يتصرفوا فيها. من هيك لما يصير مشاكل اكيد نحط هذا القانون. بس لقلك شغلة أساسية هو أنه وأنا بقول أنا شخصيا ضد هذا الشيء، بمعنى القانون بيقول أنه بلبنان أنه موافقة الأهل. نعم أوكي. حتى لو وافقوا الأهل، يعني اليوم مثلا في شخص يكون هو عامل بطاقة وإذا الأهل ما وافقوا ما بتتم العملية. أوكي. وفي ممكن يكون شخص مش عامل بطاقة والأهل يقرروا وبتتم العملية. نعم. وهيدا الشيء أنا اللي بعتبره غلط. ليه؟ لأنه بعتبر أنا أنه الشخص هو اللي بده يوهب، الأعضاء هي ملكي أنا مش ملك الأهل، والقرار عندي أنا. فإذا كمان هون هلأ بالنتيجة صحيح أنه بالنتيجة هالشخص مات، واللي عم بينعمل من الأهل هو شيء منيح. ليش؟ لأنه الأعضاء بدأت تموت، واللي عم ينعمل هو بيكون على روحها للشخص اللي توفى، وهي شغل كتير عمل مهم. بس أنا بهمني كتير أنه فكرة العطاء. نعم. الحس عند الأشخاص أنه هو يكون عم بياخد هذا القرار وهو يشتغل عليه وهو يسعى له، هيدا حافز كتير مهم، وهو على قيد الحياة يعطي من زيته، يعني صحيح يعطي زيته. صحيح. فالقانون عنا بالقلب شوية، لأنه برات لبنان القانون بيرجع الشخص شو بيقرر. من هيك اليوم على بطاقات الدفتر السواقة والهوية صارت الأشياء نازلة حكما، فما بينطروا موافقة الأهل. فبلبنان بالعكس، حتى لو هو عمل بطاقة ما بيقبله ما بتمشي، وإذا هو مش عامل إذا هني قبله بتمشي. لازم القرار عند الأهل، وأنا بفضل أنه الأهل القرار يكون عند الشخص، وأنا بشجع أنه يكون هو على قيد الحياة ينعمل بطاقة. ليه؟ لأنه هذا الشيء إذا نعمل بيصير نابع من فكرة ومن ثقافة ومن طريقة عيش بحياته، لا يكتفي فقط أنه يعطي أعضائه، أكيد بيصير فكرة العطاء هي بحياته حلوة بكل عمل بيقدر يعطي فيه،
من وقته من ماله من حياته من كل شيء بيقدر يقدمه. هيدي فكرة العطاء فكرة كتير مهمة بحياتنا. هيدي فكرة سامية ونبيلة بالعكس بتعيش صحيح. الإنسان أكتر ما هي بتخليه دايم على قيد الحياة. صحيح. أبونا تنحكي عن السرية بهذا الموضوع، يعني مش مفروض نعرف أعضاء هالفرد من العائلة وين راحت، لأنه كتار بيبقوا حابين يعرفوا أنه ابنهم أكتر شيء إذا شباب وتعرضوا لحوادث سير وين راحت أعضاؤه ولمين؟ كانت مسموحة نعم لفترة قريبة بعيدة توقفت. ليش؟ الأفضل تتوقف الأفضل. لأنه صار في ضغط نفسي على الأشخاص يلي أخدوا عيون كليوي، وصارت الأم مثلا تشوف بالشخص الثاني عيون ابنها شقفة من ابنها. صحيح. وصار في عليه ضغط نفسي ومتابعة وملاحقة وواوا، فهيدا الشيء خلى أنه يكون السرية أفضل ليرتاح الشخص اللي أخد، والشخص اللي عاطي بيكون عم يكتفي بالعمل النبيل اللي عمله وهيك بيتكملوا حياة طبيعية. نعم. فكانت نفسيا أفضل. قدي أبونا اليوم بعدنا عم نتعامل بالعاطفة مش بالعقل مع هذا الموضوع؟ صح، لأنه نحن أشخاص عاطفين خصوصا الشرقيين كتير منروح بالعاطفة، بس هالعاطفة تبعنا ما عم تترجم عمليا اليوم ببطاقات وبفكرة تشجيع لهذا العمل. يعني اليوم نحن اليوم ما عم شوف كتير العاطفة عم تشتغل، عم شوف العقل عم يشتغل. أنا عندي كتير أشخاص يعني العقل طاغي بهالمرحلة بيخافوا أو بيفكروا أنه لا أنا بدي أعملها وهيدي لقلي وما بدوش أعطي لحدا، كمان هيدي فيها شوية أنانية. بس أنه فكرة الـ يعني في كتار ناس بيخافوا من هالعمل، مع أنه من بعد الموت صارت حياة تانية وعمل تاني، بس هيدا بطل بحاجة لهذا الجسد الترابي. يعني صحيح، هي الفكرة هي بقى تنبع من إيمان بقضية معينة، من إيمان بأنه اللي عنا إياه هو لازم يكون للآخر مش لقلي لحالي. عملية المشاركة، عملية العطاء، عملية نحن إنسانية نحن جماعة وحدة ونتشارك بكل شيء بالإنسانية وبالعطاء. هالفكرة هيدي مثل ما عم نشوف حروب اليوم فيها أنانية، فيها استغلال، فيها دمار تضري، هيدي شيء عم ينعكس سلبا على حياتنا، على كل واحد عم يفكر بحاله وعم ينغلق على ذاته بدل ما يكون عم ينفتح على بعضنا كإنسانية جامعة. أنا وخي الإنسان مما كان يكون الآخر بعيد قريب هو خي بالإنسانية، هيدي الفكرة يلي لازم اليوم نرجع نشتغل عليها وتكون موجودة بعالمنا وبحياتنا. يعني هل هي الوطنية بلبنان بدها ترجع تفعل شغلها وترجع ضروري. تنطلق من جديد بحاجة لدعم، يعني مثلا فكرة الفريدة يعني هذا اللي عم بفهمه انه هون نقص مادي طبعا دولة، لأنه هي المسؤولة كوزير الصحة هو مباشرة عن اللجنة. بتصور الدولة أكيد هي اليوم ما عندها الدعم المادي الكافي لتحط على هيدا البرنامج، مثل ما عم نشوف شكلهم عم بيتوجهوا لبرا الغرب، يعني تقدروا أنه يساعدونا بهذا الموضوع بشغلة جيدة. يعني هيدا لخير الإنسانية جمعاء طبعا، وبشكل خاص بلبنان يعني بدها توصل لمليونين بطاقة، بعدنا ب 33 ألف، يعني في شغل كتير. صح. وإن صح. شاء الله الله ياخد بيد الجميع ليقدروا يحققوا هذا المشروع. أنا دائما على صعيد الوطن مع التلاميذ وبالجامعات وبالمدارس ومع اللجنة دائما بشتغل لهيدا الفكرة، لأنه شغلي أساس بالنسبة لي. ليش؟ لأنه أنا شخصيا عاطي كلوي، يعني أنا كمان عشت هالمرحلة وعشت هال واهب كلوي لحدة آخر لخي، فالمرحلة عشتها وعشت الحالة النفسية هيك خبرة شخصية شهادة اليوم. نعم، فهي شهادة كتير حلوة بعتز فيها، وهالخبرة مع كل الحالات اللي مرقت فيها من الفزع والخوف والضعف من القوة وقوة الإيمان وحضور ربنا بحياتي، هذا اللي أدى أنه يصير. وحتى العطاء عمل مني إنسان آخر، يعني خليني يكون إنسان آخر بكل معنى الكلمة، بحس بمعنى العطاء وبنتيجته بحياتي اليومية. وهذا الشيء في كلمات كتير لا توصف بالشيء اللي عندك. أنا بطاقة أبونا كمان، أنا قبل ما أفكر أعطي الكلمة لخيي أنا عملت بطاقة وعندي بطاقة حاليا.
يعني هيك بنشجع الكل الأشخاص ليكونوا بهذا المنطق، منطق العطاء من الذات، يعني هالقد من جسدنا، هذا الجسد الترابي الفاني صحيح. نقدر نعيش ناس ثانيين. أنا بقول ناطرين. لازم نحن نشتغل على الروح تبعنا تكون هي معطاءة، ساعتها عمليا نحن صار في عنا الحماس والدفع انه ما نفكر بجسدنا من بعد الموت. انا بدي اشكرك ابونا جورج الترس المشير العام بجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، واليوم بحضورك كمان الى جانب الهيئة الوطنية لوهب الاعضاء، لوهب وزرع الاعضاء في لبنان، بنتمنى لك التوفيق وبنشكرك على حضورك معنا، يعطيك العافية.